طب ما انا هقول هو ده بيتقطع. انت ايه كنت فرنساوي ولا الماني؟ الماني. عرفني بقى نفسك بالالماني. والله الامتحان يعني بالالماني؟ لا يعني اهو تمام. الله عليك احسنت يا ابني والله. مبروك. انا اسالك كده. My name is sorry. انت لوك لوك ايه؟ جو مافيل محمد شريف. ايه بقى تاني؟ عايز تعرف ايه عني تاني؟ شايس يوسف جلال. بس هو حلو قوي كده كفايه بقى. لا جو مافيل دوت فرنساوي بس. عرفك بنفسه الالماني؟ يور محمد رافت. انا عايز اعرف مين محمد رافت بس بالالماني كله. بالالماني؟ جملتين بالالماني النبي عربي. ازالو كلمه بالانجلش؟ ايه بقى تاني؟ عرف نفسك كده بالفرنساوي. جو مافيل محمد. جو دي السبت. ان سكوندير. ان سكوندير اون ناجوزا. اون ناجوزا. جي اتود دو فرونسي. جي دو فرونسي اون قوميه. ازاي ترمي من ورانا ولا ايه؟ نفسي في حاجات كتير. ايه بالظبط؟ يا اسطى 17 يعني بالفرنساوي. وي 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 وي. معلش عشان رحنا على القهوة والله ما قلت لك ما تقوليش عارف نفسك. بص انا اسمي محمد شريف، عندي 17 سنة، من ارض اللواء، ارض المعارك والناس المحترمة. طب بالفرنساوي بقى. جو ابيتي اون ارض اللواء. ومش عارف بقى ارض المعارك يعني ايه والناس المحترمة. احنا يا مصريين هنحل امتحان الماني. هروح.